مع آخر حلقة قبل شهر رمضان الفضيل، تحلو ليالي رمضان حتى قبل أن تبدأ بالذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالتسبيح، بالابتهالات، بالتواشيح. معنا النهاردة وإحنا بنستقبل الشهر الفضيل فرقة المرعشلي. الحقيقة أن هم فرقة سورية من إخواتنا في بلاد الشام، موجودين دلوقتي في القاهرة. خلينا نقول أنه القاهرة بتحتضنهم كما تحتضن كل إخواتنا السوريين وكل إخواتنا من العالم العربي. إنما الحقيقة اللي بيحتضننا كلنا دلوقتي رمضان، رمضان بيحتضننا وبيحتضنهم. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل النفس في خجل مما جنت أرتجي عفوا وغفرانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح حفل من ذكراك نشوانا. ماذا أقول بفخر الأنبياء ومن، ماذا أقول؟ جعلت بابي رسول الله ملتمسا، جعلت بابي رسول الله ملتمسا، أرجو الشفاعة إكراما وإحسانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح أعطاه ربي تنزيلا وفرقانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين، يا رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة. من قاب قوسين لم تدرك ولا أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا.
الصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله يا الله، الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفع القيامة. الصلاة بلهجك للطريق ثبت بالزلزال.
حلم ينشالي يا عمر الفاروقي يا بدرا بالشروق يا عمر الفاروقي يا بدرا بالشروق قد فزت باللحوق بصاحبيك الغوالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحامل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحامل ينشالي حبك فرطي وديني يوم الحشر رسمالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحامل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحامل ينشالي قبل ما نكمل بس السيد عبد القادر ياسين حضرتك مؤسس فرقة المرعشلي وكلهم أولادك ولا محمد ياسين محمد صفوان محمد عيد وابن بنتي أنس اللؤلؤ أنس اللؤلؤ كلكم قرايب يعني حتى تلاقي الاثنين دول ولاد خالتكم برضو يعني شرفتونك طبعا بعيدكم بعيد اهاليكم سواء كانوا هنا او في سوريا كل عام وانتم بخير كل عام وحبايبنا وجيراننا وقرايبنا بخير اول سحور وان شاء الله لحد يوم 30 منه يبقى فيه امان واخبار حلوه وان ما كانتش حلوه قوي بس ما تبقاش وحشه يعني كل عام والجميع بخير وإن شاء الله نبتدي الشهر الفضيل ونتمه وإحنا حسناتنا أكتر وسيئاتنا أقل والميزان بيطب في الناحية الكويسة وبيخف في الناحية الوحشة إحنا هنا في مصر ما بنعرفش ندخل رمضان من غير رمضان جانا يعني ده بيبقى الإشهار الموازي على طول بعد الرؤية كل سنة وانتم طيبين ونسمع رمضان جانا Uh-huh.
رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان جانا كل سنة وانتم طيبين وبخير. ألف شكر.